مالك في الصف الثاني الثانوي مدرسة ابن خلدون الثانوية بعين شمس. الحقيقة يعني وكان الحمد لله يعني شخص ملتزم دينيا وكان مطيع لوالديه وبر بوالديه، وكان شخصية مميزة جدا في أخلاقياته يعني بين زملائه ومع جيرانه. ترتيبه الثاني وسط إخوانه كان أخو يوسف الكبير في ثالثة ثانوي وهو كان في ثانية ثانوي. كان الفرق ما بيني وبين أخويا مالك سنة واحدة بس، فكنت أقرب واحد ليه. كنا في نفس المدرسة، بنصحى مع بعض، نلبس مع بعض، نفطر، نتغدى، نذاكر، نلعب، نخرج، كل حاجة كنا نعملها مع بعض. وكان آخر لقاء يوم 6 أكتوبر صباحا، كنت خارج في طريقي إلى العمل ووجدته مستيقظ ويقظ، وكان يتابع الجزيرة مباشر مصر ويتابع قناة أحرار 25، وكان في انتظار اتصال من بعض أصدقائه ليتوجهوا معا إلى مسيرة مناهضة للانقلاب تتجه من رمسيس إلى التحرير. وفعلا اتصل به أصدقائه بعد قليل والتقوا واستقلوا متر الأنفاق إلى فعلا محطة رمسيس، ونزلوا في هذه المسيرة ومعهم بعض الهتافات المضاهية للانقلاب وبعض اللافتات، ولكن كان في انتظارهم يعني زمنية الموت. والله يوم الاستشهاد بالنسبه لي كان عندي يوم عمل عادي، لان طبعا قالوا لنا في جهه العمل يعني هتاخد يوم بداله في اجازه العيد، فانا نزلت رحت شغلي ولقيته كان مستيقظ مبكرا يعني في اليوم ده، وادى فروضه كده والصلوات، وفي مجموعه من شباب الاخوان والتراس وكده اتصلوا بيه وقالوا احنا في اتجاه هنتجه يعني في مسيره الى رمسيس وكده، في مسيره كده شبابيه مناهضه للانقلاب وكده، وخرج معاهم. كان اخر حاجه بيني وبين اخويا مالك كان ليلة يوم 6 أكتوبر، اتعشينا مع بعض ونمنا، وكان يعني دار بينا حوار خفيف كده قبل النوم، وبعد كده نمنا. وتاني يوم بقى كنت عارف ان هو رايح ذاهب بالمسيرة إلى رمسيس، وأنا ما كنتش رايح معاه. هو راح وحوالي على الساعة 4 كده العصر بتصل بيه عشان أطمن عليه. رد عليا واحد وقال لي اخوك اصيب بطلقتين، واحده في الصدر واحده في الذراع الايمن. وكان بعض اخوانه اللي كان معاه في المسيره وكده كان طبعا حين اصيب بالطلق الناري اخذوه في سياره اجره وانتقلوا بيه الى مستشفى الهلال، كان تقريبا مستشفى مزدحمه جدا، كان قريب من مكان الاعتداء والمذبحه يعني، فانتقلوا بيه مستشفى الساحل التعليمي، كان في فرصه يعني الاسعاف وكده، لكن كان سبحان الله كان فارق الحياه يعني. فاخوانه اتصلوا بيا وكده، كنت في جهه عملي فاستاذنت من عملي ورحت المستشفى، فوجدوا فارق الحياه وادخلوه لثلاجه المستشفى يعني. انا لما رحت المستشفى وشفته في ثلاجه المستشفى اكيد يعني كانت لحظه صعبه جدا، حاولت ان انا اتقبلها ان دي حاجه يعني ربنا يعني اصطفاه ان هو يبقى من الشهداء ودعيت له. والله سبحان الله تعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى ألهمني الصبر والسلوان قبل أن أتلقى هذا الخبر يعني، سمعت بالإصابة فتذكرت أنها ربما تكون إصابة عادية يعني، فحين كنت في طريقي في سيارة أجرة إلى المستشفى ربنا ألقى سبحانه وتعالى في نفسي أن احتسب هذا الابن عند الله سبحانه وتعالى. الصدمة يعني قوية شوية، وممكن أصعب حاجة هي الفراق، وكان هو أخي، بس ان انا فرحان له وبشده ان هو مات شهيد وفي الجنه ان شاء الله. وكان عيد الاضحى الماضي كان اول عيد يمر بعد فراق الابن الحبيب، واشتقنا اليه كثيرا لانه كان في العيد بصراحه له يعني مظاهر كثيره في البيت مع اخواني ومع ابويه ومع جيراني في صلاه العيد وما يتبعها من طقوس، ولكن اخوانه دائما كانوا معنا، اتصالات تليفونيه، بعضهم كان في السعوديه وبعضهم كان في القاهره وبعضهم في الاسكندريه، وكانوا بيحضروا الى مسيرات الى منزل الشهيد هنا، وكلنا مالك وكلنا كذا وكل ومالك انت في الجنه ونحن وراءك ونحن ونسير على دربك وكذا وكذا، فكان هذا صبرنا وسلوانا. ما كنتش حاسس بالعيد زي كل سنه، كنت ممكن يكون حزين وفرحان في نفس الوقت، فرحان ان هو في الجنة وفي نفس الوقت حزين
إن هو فارقنا. إني أوجه الاتهام بقتل ابن مالك وقتل كل الشهداء في رابعة والنهضة وما تلاها وما قبلها وما بعدها إلى عصابة الانقلاب. نحن مكملين حتى يسقط الانقلاب وترجع الشرعية ونجيب حق الشهداء والمصابين والمعتقلين وننتقم ونحاسب كل ظالم وكل فرد من عصابة الانقلاب. أحب أن أوجه رسالة إلى ابن مالك وأحسبه الآن في جنان الرحمن سبحانه وتعالى. أنت سبقتنا يا بني إلى الجنة ونحن على الدرب، نحن خلفك ووراءك ونسير على دربك وعلى درب كل الشهداء، وإن شاء الله هنجيب لك حقك بإذن الله تعالى وحق كل الشهداء وحق كل الأسرى إن شاء الله رب العالمين، ولن نتراجع وسوف نثبت على هذا الدرب، على درب الحق، وسوف نسير في طريق الحرية إلى منتهاه حتى يقبلنا الله عز وجل ونحن على ذلك. فأنت سبقتنا ونحن خلفك إن شاء الله تعالى. هنفضل مستمرين لحد ما نطهر مصر ونعيش أحرار ونحقق مطالبنا، عيش، حرية، عدالة اجتماعية.